مهتمين ان احنا نسمع بعض هذه الاصوات، وتحديدا بقى صوت الاستاذه رحاب علي، وهي احد او احدى المكرمات النهارده من قبل الرئيس في احتفاليه عيد العمال. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك ست رحاب الجدعه، اللي يعني نموذج كده للست المصريه الاصيله. شكرا شكرا، الف مبروك على التكريم، واحكي لنا بقى كان شعورك ايه النهارده، والتكريم جه ازاي وايه اللي حصل؟ أكيد كنت مبسوطة جدا طبعا. مبسوطة وفخورة أكيد، وحاسة إنك أنت يعني تعب كبير ونجاح كبير وربنا إداكي على قد ما تستحقي يعني. أيوة طبعا، أنا وماما والولاد يعني بصراحة كان أحسن يوم. ست رحاب، أنت سائقة مش كده؟ شغلتك إيه؟ احكي لنا. انا سائق، اول حاجه عملت رخصه مهني عشان خاطر ضيق المعيشه طبعا وكثره الالتزامات، فاضطريت ان انا اعمل رخصه مهني سنه ثالثه. عملت رخصه مهنيه؟ عملت رخصه مهنيه تمام، وجبت عربيه كده بالاذن اشتغلت عليها ابوني المدرسه عشان ايه يعني اتعب في العيشه شويه. بعد كده تعبت بقى، العربيه تعبتني عشان هي كانت مستهلكه جامد، فاضطريت ان انا ابيعها واسدد ديون وحاجات كتير عليها. وبعد كده هو بقيت اشتغل بقى عند السواقين على التاكس، قعدت اشتغلت على التاكس في 4 سنين. صممتي برضو تكملي شغل وما توقفيش؟ كملت وجددت الرخصه كمان، عملتها درجه ثانيه عشان احسن شويه برضو الدخل بتاعي. جدع، ربنا يوفقك ويكرمك ويعني يديكي على قد كده التعب اللي بتتعبيه في شغلك. ربنا يخليك يا رب. والف مبروك مره ثانيه على التكريم. الله يبارك فيكي، شكرا لحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في الخلاصه.